يسعد صباحكم، معكم عفرة من عفورة بلوك. اليوم رح اتكلم لكم عن منتج تاني من سكين فود. اوريدي الفيديو اللي راح اتكلمت لكم عن منتجات الكورية حقت سكين فود، فاليوم هذا المنتج التاني اللي رح اتكلم عنه اللي هو قناع الرز. بغض النظر عن القناع حق الرز اللي رح اتكلم عنه، انا عايزة اتكلم لكم عن ماء الرز بوجه عام. صايرة الفترة الأخيرة كل ما عايزة أطبخ رز أو حاجة زي كده، أبل الرز في موية وأشيل الموية حقته، أحطها في قوارير وأحطها في الثلاجة. تمام، القوارير إيش ممكن أستخدم فيها؟ ممكن أستخدمها كتونر للبشرة، تمام، ممكن أستخدمها كالشطفة الأخيرة لشعري، أشطفها بموية الرز. من ناحية الشعر، رح يطول الشعر، رح يغزر الشعر، رح يخلي الشعر فيه كمية فوليوم وصحي جدا لأبعد الحدود. تمام، هذا للشعر. للبشرة، رح يشد البشرة، رح يصغر المسامات، رح يعطي اللي هو تفتيح بسيط للبشرة. طبعا الحاجة دي رح تلاحظيها بمجرد انك استمريتي عليه لفترة طويلة، يعني مو انه استمري على الاقل شهر عشان تشوف النتائج اللي رح تعجبك. اي منتج في الحياة ضروري جدا انك تستمر عليه فترة طويلة عشان تشوف النتائج اللي انت عايزاها. تمام، طيب اليوم زي ما قلت لكم راح اتكلم اللي هو عن الماسك الرز. تمام، طبعا هذا بصراحة مرة جميل لأبعد الحدود. متى قاعد استخدمه؟ طبعا انا الفترة اللي راحت اوريدي تكلمت لكم عن الديرمابين، فانا بستخدم الديرمابين صرت تقريبا مدة مرتين في الشهر تقريبا استخدمها. تمام، فلما اسوي الديرمابين اليوم اللي بعده بيصير ايش؟ لانه هي ابر بتدخل في البشرة، فالايام اللي بعدها بتصير البشرة تعمل زي قشرة في البشرة حقتي، فبتكون فيها خشونة. فانا عايزة حاجة اقدر استخدمها تقشير يومي وماسك يرطب بشكل ترطيب عالي. تمام، فهذا كله موجود في اللي هو ماسك الرز. تمام، المقشر دي عادي ممكن تستخدموه بشكل يومي لانه التقشير الحبيبات حقته جدا 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 ناعمة، ما بتسوي اي خدوش او ترهق البشرة، ونسبة الترطيب حقته جدا عالية. فحتى لما احس انه عايزة انعم البشرة او اخلي البشرة ناعمة على طول استخدمه. تمام، طيب خلوني اوريكم شكله من جوا عامل كيف. تمام، كده بيكون في الردي طلع معايا الثاني له غطيين. تمام، طيب خلونا نشوف الحبيبات حقته عامله كيف. ما بعرف لو راح توضح الملعقه حقتي بيضه. تمام، راح احطه على البشره. طبعا هو زي ما قلت لكم ابيض لانه الردي الرز، شايفين الحبيبات حقته مرة ناعمة جدا لأبعد الحدود، ما بتسوي أي خدوش للبشرة. فأنتوا بمجرد أنه حتحطوها على البشرة، تمام، راح تعملوا تفركوا البشرة بشكل دائري 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 دائري، منطقة حوالين الفم وحوالين العين برضو ما راح تمسكوها، حتسووها لبقية البشرة في الوش. تمام، بعد ما تسووا اللي هو تفركوا البشرة راح تخلوه على البشرة مدة 10-15 دقيقة. تمام، وبعدها تغسلوا بشرتكم بموية دافية، وبعدها تعالوا شوفوا كمية الترطيب وكمية النعومة اللي راح تجي في البشرة. بصراحة مرة حبيته ومرة بحبه جدا بستخدمه. اوريدي نص العلبة منتهية منها، مجرد انه راح يخلص راح اطلب واحد تاني. وفي طبعا من نفس الشركة في مقشر اقوى راح اتكلم عنه في الفيديو الجاي ان شاء الله باذن الله. تمام، طبعا عندكم في صندوق الوصف تحت راح تلاقوا كود الخصم الخاص فيه من موقع اي هيرب، انا جبته من موقع اي هيرب. تمام، وفي عندكم رابط الشراء للمنتج وكمان وبس. واشوفكم على خير ان شاء الله حبايب قلبي، لا تحرموني من اللايك والسبسكرايب والاشياء الجميله. باي باي.